اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك في اكلتك. الكلام ده بنقوله نظري، احنا معانا يوم الاحد من كل اسبوع بنطبق الكلام ده عملي. معايا الاكل الصحي النهارده ومن بيت الثلاجه ومن المطبخ بتاعك، مش بكلفك حاجات كتيره. معانا صدور فراخ، معانا رز مصري، معانا كوسة، معانا شوية شوفان، جبنة شيدر مبشورة، معايا صويا صوص، معايا بصل، معايا توم، يعني كل اللي موجود في المطبخ عندك، ولكن أنا بحوله بأكل بطريقة صحية. بنسبة كام يا مغازي؟ تقريبا بنسبة من 80 لـ 90%، بنجتهد. المهم إن النسبة دي أو المجموع ده يدخلنا مرحلة أولى تنسيق فوق 80 فوق 75%. حلو الكلام؟ يعني مثلا النهاردة معانا مخرجنا الجميل الكوسة بوريه بالشوفان. ايه فكرتها؟ تفاصيلها هنشوفها مع بعض. كوسه وشوفان وبصل وتوم. معانا رز النهارده بالفراخ والصويا. استخدمت الصويا صوص كبروتين نباتي والفراخ كبروتين حيواني مع الرز المصري نشويات وكربوهات وكربوهيدرات. فهعمل الطبق الرز ده حاجه كده بنت عم الفرايد رايز، ولكن بطريقه لطيفه وجميله. اما نيجي بقى لطلب الساده المشاهدين من خلال السوشيال ميديا، عايزين الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه هي اساس اي تورتايه بنعملها. نعمل تورته بالشوكولاته، تورته بالمانجا، تورته فور سيزون، الحاجات دي كلها، ولكن نعمل الكيكه الاسفنجيه النهارده بالشوكولاته. ايه اسرارها؟ بياض بيض فقط، صفار البيض بريء منها من الكيكه الاسفنجيه. هنعملها مع بعض ازاي؟ تفاصيلها اكيد بسيطه وسهله، واعتقد ان احنا هنبدا بيها أول ما نشتغل عشان ندخلها الفرن ونخلص منها على ما تطلع ونسقيها الشوكولاتة وزي الفل. مش عايز أطول حضراتكم لأن في الحلقة النهاردة أكل صحي وفيها تدقيق وفيها لازم نركز فيها شوية، فهنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. وصحتك في أكلتك أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولكن ننتهز يوم الحد من كل اسبوع بنعمل اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تعالوا استخدامنا للكوسه مثلا، نوع من انواع الخضار ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا به، وهو من فصيله الدرنيات البسيطه السطحيه. لما نيجي نجمعها ونحصدها من الحقل او من الغيط او من الارض الزراعيه، بنلاقيها على وش الارض كده، زي البطيخ، زي الشمام، الحاجات اللي زي الخيار وهكذا. ولكن الكوسه من فوائدها يا عم مخرجنا الجميل رقم واحد، مفيده جدا للقولون، بتعالج الامساك. الالياف بتاعتها الياف طبيعيه لطيفه جميله وحنينه على المعده، مفيش منها اضرار. مريض السكر ياكلها، مريض الضغط ياكلها. دي اكل دايما يقول لك انت تعبان كل خضار سوتيه. خضار سوتيه بيتصدره الكوسه والبروكلي. الكوسه عشان تحافظ على لونها الاخضر الجميل لازم لما في حاله لما نستخدمها نعملها خضار سوتيه، نحط مع الماء السلق ذره من الملح. دي من الفوائد الاولى بتاعتها، مفيده جدا للقولون، بتساعد على الهضم، مفيده جدا للي عنده ارتجاع مريء، عندك امساك تاكل كوسه، مفيده للقلب، بتنشط ضربات القلب، بتنزل الكوليسترول اللي موجود في الدم. الكوسه مفيده يا اخوانا، واعتقد هي من الاكلات اللي هي لها قديم الزمان من ايام الفراعنه، اللي هو القرع الجميل الحلو. حلو الكلام. فدي الكوسه من نفس فصيله القرع. القرع طبعا عارفين اللي هو بتبقى الحبه الكبيره، في منه الوان الابيض والاصفر، ودي برضه فصيله اليقطين اللي هو القرع العسلي اللي مش محتاجين نتكلم عنه. اللب حتى اللي هو قلب القرع مفيد جدا، غني جدا ومفيد جدا لعلاج امراض كتيره، وبيخش في الادويه. ده اللب بتاع القرع العسلي، ما بالك والقرع العسلي نفسه نعمله جراتان، نعمله ايس كريم عملناه، نعمله في الفرن حلو، نعمله حادق حسب الرغبه. حبيت بس اتكلم عن القيمه الغذائيه بتاعت الحاجه اللي انا بشتغل بيها، سواء قرع عسلي سواء سبانخ وهكذا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سوتيه، او نعملها ازاي بوريه. بصلايه على النار تتقطع بالشكل ده كده. استخدامنا للماده الدهنيه الف بقى مطبخ صحي، معلقه زيت زيتون. هنهرب من الزبده، نهرب من السمنه، بس بصراحه يعني لو احنا هناكل الكوسه ومش بنعمل اكل صحي، معلقتين سمنه بلدي حكايه، بتوديها في حته تانية، اصبح فيها بروتين حيواني بطريقه غير مباشره. هناخد معلقتين الزيت وناخد البصلايه دي نشوحها نص تشويحه عشان تنضرب بوريه في قلب الايه الكوسه اهي. وهي بتتحمر البصلايه اللطيفه دي بحط عليها معلقه زعتر.
تقومت ايه تشيل ريحه البصل من الشقه، المطبخ بتاعك ما يبقاش ريحته بصل. نقلب دول كده مع بعض، دي الف باء اهو، واسيب البصلايه على النار كده تتشوح، مش عايزه تاخد لون. حلو. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد الكوسه بتاعتي الحلوه دي كده اقطعها بقى بالشكل ده كده. الكوسه ما تتقشرش، الكوسه تتجاب تتغسل مره واثنين وثلاثه في الفرشه بتاعت غسيل الخضار، موجوده في اي سوبر ماركت اللي هي بتغسلي بيها الاطباق، هي هياها بس بتخصصي واحده للخضار، فيها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. الناحيه الخشنه والناحيه الناعمه دي بتستخدميها في غسيل الخضار زي الكوسه زي الخيار زي انواع الخضار اللي هي ذات قشره رقيقه، ما يفضلش ان احنا نقشرها. اساس الكوسه هيت بنقطعها بالشكل ده كده، هننزل بيها على البصله ونسلقها كويس. بعد ما بتتسلق بتنضرب في الخلاط او بالمضرب عادي، وبنضيف لها شويه شوفان. اللهم صل على النبي. روحي يا كوسه في قلب النار، روحي يا كوسه في قلب النار. دي بتستوي بسرعه، بمجرد ما تقطعي الكوسه نصين بتكسبي 50% من الوقت في التسويه بتاعتها. حطيتيها سليمه بتاخد وقت شويه، علل ولماذا؟ لان القشره بتاعت الكوسه بتحمي قلب الكوسه من التسويه، عشان كده لو قطعناها كده في قلب كسكسي او في قلب خضره بتستوي بسرعه، حطيناها سليمه بتاخد وقت شويه. ادي الكوسه بتاعتنا الجميله. نعم، ليه سموها كوسه؟ سؤال وجيه على فكره. اسمع الحدوته تقول والحكايه تقول زمان في سوق الخضار، عشان الكوسه بيبقى لها زهره كده اول ما بتطلع عليها الشمس بتسقط منها، فكانت هي تخش الاول حاجه سوق الخضار يتعمل عليها مزاد عشان ما تبص. فالزهره بتاعتها لونها طبعا بنفسجي واللون الاصفر الجميل باللون ده على ما اعتقد، فعشان تخش بسرعه السوق يقول لك كوسه، فيخش طالما العربيه محمله كوسه عربيه الخضار تخش الاول هي سوق الخضار. الاقاويل تقول كده والروايات تقول كده، هل صحيح ام غير صحيح؟ الله اعلم. بالشكل ده كده خدنا الكوسه قطعناها بالشكل ده كده في قلب الحله، نقلبها. عندنا مشاكل مع القولون، عندنا مشاكل مع الهضم، عندنا مشاكل صحية مع ارتجاع المريء، كوسة آمنة. أنا هدعمها بقى بشوية شوفان، بس الشوفان مش هتحط دلوقتي، خلي بالك. زي ما هي كده على النار أقلب، أخليها تتشوح مع البصلة، تتشوح مع التومة. حلو. فين التومة؟ أهي زي الفل. نحط لها شوية كرفس، ده توم، توم حارق للكوليسترول. معانا شويه كرفس حلوين مفرومين ناعم بنحطهم. الله. حلو. ونقلب كل ده مع بعضه. حاجه بثلاثه تعاريف اهي، بس القيمه الصحيه بتاعتها حكايه، موسوعه من القيمه الغذائيه. دعمتها ببصل ودعمتها بتوم. بصل والتوم مش محتاجين نتكلم عنه، ده اساس كل المطبخ، مطبخ غربي، مطبخ شرقي، مطبخ صيني، مطبخ ياباني. البصل والتوم الاساس اهو، ومن نعم ربنا علينا احنا المصريين البصل والتوم بنصدره للدنيا كلها من خير الارض بتاعتنا الجميله، بصلوها وثومها وعدسوها. شفت الحلاوه؟ يعني تعرفوا ان اساسيات اي مطبخ في الدنيا بيطلع من الارض الطيبه مصر. هنخلي ده كله على النار يا عم الشيف يستوي. بعد ما بيستوي بينضرب في قلب الخلاط. حلو الكلام؟ ننزل بالميه المغليه عشان نكسب وقت. بس خلاص كفايه، ونغطيها ونسيبها تستوي. ولكن واقفه هنا للامانه، يعني انا دايما لما بيكون عندي معلومه، والله العظيم خلي بالكم اللي عنده معلومه عنده حاجه حلوه عنده نصيحه ويحبسها جواه ويبخل بيها لجهنم وبئس المصير. خلوا بالكم مهم جدا المعلومه هنا. انا بعمل كوسه دلوقتي بوريه، مش عايز اعملها صحي، معلتين كريمه لباني مع خفق بقت حكايه، اخلط معاها جبنه شيدر او جبنه بارميزان بقت حكايه، حطيت عليها وايت صوص ودخلتها الفرن بقت جراتان بقت حكايه. دي مدارس بقى، مدارس. هي الكوسه في كل المطابخ بتستخدم في حاجات كتيره قوي، في اخواننا في الصين
الكوسه اساس التشاينيز بتاعهم، سواء بيفي تشاينيز او تشيكن تشاينيز او شريمي تشاينيز، الكوسه تلاقيها والخيار والسبانخ ده موجود اساسي. هنخليها ونحطها على النار مع رشه ملح صغيره كده ونقفلها ونخليها. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. الكيكه الاسفنجيه في الفرن هنعمل لها صوص الشوكولا مع بعض، مش جايبه جاهز. معايا كوسه بوريه مع الشوفان اكل صحي، معايا رز بالدجاج والصويا برضو اكل صحي بنسبه تنسيق مرحله اولى مع مرتبه الشرف. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صوت الخلاط مزعج، علشان كده انا في الفاصل خفقت الكوسه اهي، بس خلاص يلا تمام. بناخد الكوسه اللي اتضربت دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى هنا مخرجنا، بص على الحلاوه، هو ده اهي اهي. كوسه قبل وبعد، بالله عليك ايه الحلاوه دي يا باشا. ونشيل الخلاط حبيبنا ده من هنا، ننزل بحفنة من الشوفان هنا. ايه البكبكة دي؟ ايه البكبكة دي؟ ايه البكبكة دي؟ حاضر يا فندم، اهي اهي اهي، هو ده هو ده. طب قلب الشوفان كله مخرجنا. يا فندم، هو ده خلاص كفاية. نقلبهم مع بعض. اي نعم انا سريع شويه، مخرجنا الجميل بعتذر يعني، بس انت عارف ايه، خلاص مدرسه الشيف بتاعت. نقلب الشوفان معاها بس ونسيبها على النار بقى. الشوفان عنده شويه ايه؟ كبرياء. الشوفان عنده شويه كبرياء، عادي مع الكبرياء بتاعه ده بس مفيد. نعم صح. اي لا، ينزل سخن على سخن، اضرب الحديد وهو سخن. هناخد الشوفان مع الكوسه اللطافه هنا اهو. عندنا هنا الشوفان مع الكوسة، خلاص ده جاهز كمان نقدمه لحضراتكم اهو. بسم الله، ناخد الكوسة الحلوة دي كده، الله يلا، هو ده اهو. أكلة صحية لكبار السن، الأطفال بشكل احترافي، بس طبعا الطفل طبعا ممكن نحط معلقة سمنة، معلقة زبدة، يستفيد بالبروتين الحيواني اللي موجود في المادة الدهنية، غير لما نكون بنعمل أكل صحي. خلي بالك الحاجات اللي بتكلم فيها والتفاصيل دي مهمة جدا. عندك طفلك عايزك تأسسيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الطفل في عمر معين لغاية تقريبا سن 20 سنة، الجسم بيتكون والعظم بيتكون والذاكرة بتتكون والمخ بيتكون. بعد ال20 بيبقى تحصيل حاصل، بناكل عشان نعيش، انما لازم المرحله دي ياخد كل العناصر الغذائيه من الحديد للكالسيوم للمعادن اللي بتساعد على تقويه العظام والذاكره اللطيفه الجميله. اضافه الجبنه البارميزان او الشيدر على الكوسه وهي سخنه، لازم تكون سخنه. يبقى احنا حطينا صوص الشوكولاته على الكيكه وهي سخنه، وصوص الشوكولاته سخن معانا، الكوسه هنا سخنه ولكن الجبنه هنا من الثلاجه، حطيناها كده زي الفل. دي أكلة كمان خلصنا منها. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، دايما بقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. من مطبخك، من تلاجتك، من مشترياتك اللي موجودة في البيت، تصحي الصبح كل يوم حد من كل أسبوع، تخش المطبخ مع الشيف المغازي، هتعملي أكل صحي بنفس المدرسة. رؤية فن إبداع أكل صحي، الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.